زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في دولتها التاسعة. ولدى وصول سيادته للعاصمة أثينا كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة اليونانيين وأعضاء السفارة المصرية في أثينا. هذا وقد استهل السيد الرئيس القمة بجلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين وسبل دفعها لآفاق أوسع لما للعلاقات المصرية اليونانية من تاريخ طويل وممتد عبر السنين، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الشعبي. عقبتها جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وتناول اللقاء مجمل العلاقات المصرية القبرصية وسبل دفعها في كافة المجالات خاصة التعاون الإقليمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة أثينا تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثمان السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.